فاصل أحوالنا، مصالحنا، حياتنا. بدي أشتغل، بدي قرض، بدي أرخص محلي، بدي أجدد رخصة، بدي أفتح مصلحة. طب وين أروح؟ عالبلدية؟ طب عالوزارة؟ عالغرفة التجارية؟ طب على وين أروح؟ وشو رح أدفع رسوم؟ وشو بدي أوراق؟ وشو وشو وشو؟ اسمع مني برنامج أسبوعي لك ولك كي نعرف أكثر وننجح أكثر. يأتيكم الأربعاء من كل أسبوع الساعة الثانية ظهراً، ويعاد بثه من الأحد إلى الخميس على أثير الرقيب FM. البنك الإسلامي الفلسطيني، الرائد في الخدمات المالية الإسلامية. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج اسمع مني. لا معاملاتك وتراخيصك ولحياتك وحتى لسفرك، بدي شوي تسمع مني. واليوم رسالتنا خاصة للمواطن الغزي في برنامج اسمع مني، خاصة مع موسم الصيف وزيادة الطلب على السفر. وبالتالي الطلب على تجديد جوازات السفر. وبعض التعقيدات أو الأمور غير الواضحة اللي بمر فيها المواطن الغزي أحياناً لما بده يجدد جواز سفره. النقطة الأولى والمبدأ الأصيل، تذكر أنك تبعت جوازك لإدارة الجوازات الأحوال المدنية في رام الله بشكل مباشر، والرسوم تشمل الطوابع لا تزيد على 300 شيكل بأسوأ الظروف. أي مبالغ زيادة ممكن تدفعها بدها تكون ثمن التوصيل فقط لا غير، ما في مبالغ زيادة لازم ندفعها عشان الجواز يطلع أبكر. بعد وصول جوازك ومعاملتك كاملة، الجواز بده بس 24 ساعة لأي مواطن غزي ليكون معه جواز، وطبعاً بطلع خلال ساعة أو ساعتين لأي مواطن مقيم في مدينته في نابلس أو في رام الله أو خلافها. وطبعاً بحكي عن أي مواطن عمره بزيد عن 18 عام، وإذا كان أقل من هيك يجوز لوالدته طبعاً إنها تقدم له جواز سفر إذا كان أقل من 18 عام. وحتى تكون معاملتك مكتملة وما ترجع وما يصير في عندك أي تأخير، تذكر إذا ما كنت موظف حكومي أو طبيب أو مهندس أو محامي أو صيدلي، فأنت بحاجة لإثبات مهنة في كل مرة بدك تجدد فيها جوازك. النماذج طبعاً بتكون موجودة جاهزة عند مكاتب الخدمات، والأصل أنه ندخل على موقع وزارة الداخلية الفلسطينية وننزل تلك النماذج ونطبعها ونعبيها، هذا حقنا حتى لو ما كانت هاي الخدمة مفعلة اليوم من وزارة الداخلية الفلسطينية. إذن رسومك واضحة، إجراءاتك واضحة، تعليماتك واضحة، جدد جوازك بكل أريحية. وبذكرك طبعاً لأي مواطن غزي أو أي مواطن في الضفة الغربية المحتلة، في عندنا رقم اسمه أو رقمه 138 مباشر مع وزارة الداخلية حتى تستفسر فيه عن طلبك. اتصل كأي مواطن بدون واسطة، بدون محسوبية، بشكل مباشر اتصل على الرقم 138، بترد عليك بدالة
وزارة الداخلية حتى تراجع بأي طلب لك، سواء كان جواز سفر أو خلافه. إذا بدك تسمع مني. أحوالنا، مصالحنا، حياتنا. بدي أشتغل، بدي قرض، بدي أرخص محلي، بدي أجدد رخصة، بدي أفتح مصلحة. طب وين أروح؟ عالبلدية؟ طب عالوزارة؟ عالغرفة التجارية؟ طب على وين أروح؟ وشو رح أدفع رسوم؟ وشو بدي أوراق؟ وشو وشو وشو؟ اسمع مني، برنامج أسبوعي لك ولك كي نعرف أكثر وننجح أكثر. يأتيكم الأربعاء من كل أسبوع الساعة الثانية ظهراً، ويعاد بثه من الأحد إلى الخميس على أثير الرقيب FM. البنك الإسلامي الفلسطيني، الرائد في الخدمات المالية الإسلامية. خليك رقيب على راديو الرقيب 101.9.